أهلا بكم من جديد في صدى الأقلام الذي نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. صحيفة الميثاق الوطني: الميثاق يؤكد أن تعويض قتلى إيران خيانة للعراق وشهدائه الأبرار. الهيئة نيت: هيئة النزاهة في العراق تقر بوجود عمليات تزوير وعقود وهمية في محافظة صلاح الدين. موقع عربي 21: قلق بعد استهداف روسيا لمحطة نووية ودعوة لاغتيال بوتين. صحيفة الجارديان: ملاحقة المال الروسي القذر في لندن لن توقف عدوان بوتين على أوكرانيا. صحيفة إيكونوميست: تصعيد بوتين في أوكرانيا يجب مقابلته بتصميم من الغرب ووقفه عند حده. صحيفة لو فيغارو: القضية الأوكرانية تشكل صداعا للدبلوماسية الإسرائيلية. صحيفة القدس العربي: بريطانيا اتفاق بشأن النووي الإيراني في متناول يد، والمفاوضون الأوروبيون يتشاورون مع الوزراء. نبدأ من صحيفة الزمان العراقية ومقال للكاتب منقذ داغر: تعني وجود الأوليكارجية نخبة قليلة تتميز بمكانة اجتماعية أو دينية أو اقتصادية أو تعليمية أو أسرية تتحكم بمصادر القوة والنفوذ والقرار. يقول الكاتب: لقد تميزت حقبة ما بعد الاحتلال الأمريكي ببروز أكثر من مجموعة أوليكارجية عراقية حتى باتوا أصحاب الحل والعقد في كل القضايا العراقية. أثرياء العراق الجديد برزت هذه الطبقة كشبيهتها الروسية نتيجة أعمال الخصخصة التي أدت إلى بيع أموال الدولة العراقية وممتلكاتها بطريقة خلت من الشفافية والوضوح، وخلقت طبقة ثرية من التجار لا رجال الأعمال الذين اكتفوا ببيع ما استولوا عليه من أملاك الدولة. أما المصدر الثاني لثروة هؤلاء فقد تمثل بتقديم خدمات للجيش الاحتلال الأمريكي، وكان الفساد هو المصدر الثالث لأموال هذه الطبقة التي باتت تمتلك البنوك وشركات التجارة والخدمات. بمعنى أن الأموال التي جمعتها هذه الطبقة لم تأتي من فعل اقتصادي تنظيمي أدى إلى قيمة اقتصادية مضافة، وإنما من عمليات استيلاء وسرقة وبيع أصول الدول. طبقة العوائل والأسر برزت هذه الطبقة بعد عام 2003 بصفتها أحدى المجاميع المسيطرة على مقاليد القرار السياسي في العراق، وسواء أكانت هذه الأسر بخلفيات دينية أو عشائرية أو اجتماعية فإنها حافظت على تقليد تدوير السلطة والنفوذ داخل مجال الأسرة أو العائلة، واستطاعت هذه الأسر إيصال أبنائها إلى سدة القرار السياسي ليس بوصفهم وزراء أو أعضاء في البرلمان فحسب، بل كقادة سياسيين أو أمنيين يتحكمون بمفاصل مهمة من القرار العراقي. لقد بات التوريث أحد أهم مصادر النفوذ والسلطة في العراق الحديث. حين النظر إلى أسماء المناصب القيادية في العراق يتضح جلياً أن الأوليغاركية الأسرية في العراق باتت تلعب دوراً مهماً في القرار العراقي. أدى الفراغ السياسي والأمني الذي خلفه سقوط النظام وانتشار السلاح وفشل سلطة ما بعد 2003 على ملء هذا الفراغ إلى بروز فئات مختلفة من المجاميع المسلحة التي يترأسها أمراء حرب استطاعوا إضافة سلطة النفوذ والمال إلى سلطة السلاح التي امتلكوها. ويضيف الكاتب في حديث لي مؤخراً مع أحد أهم المسؤولين عن الاقتصاد العراقي، سألته عن تقديره للقوة المالية التي تمتلكها إحدى الميليشيات المسلحة الكبيرة،
فأجابني أن ما يمتلكوه من عقارات وأموال لا يقل عن نصف مليار دولار. ونقرأ مقالا من مجلة الجاردينيا للكاتب عوني القلمشي، جاء فيه من الأخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض السياسيين النظر إلى الأوضاع في العراق كما يتمنون لا كما هي على أرض الواقع، وقد بدا ذلك جليا في الآونة الأخيرة وعلى وجه التحديد في الصراع الدائر بين مجموعة الحرامية المتمثلة في مقتدى الصدر وحلفائه وبين نور المالكي وإطاره التنسيقي، فحكومة الأغلبية وغيرها من المصطلحات هي شعارات مضللة تنطوي على كذب مفضوح وتخفي وراءها حقيقة الصراع الذي يدور حول توزيع المناصب وتقسيم المكاسب ليس إلا. إن حقيقة الأوضاع التي تجري في العراق هي عكس ما تبدو تماما، وهنا بيت القصيد ومربط الفرس، حيث تعاني عملية المحتل السياسية بعد ثورة تشرين على الرغم من تراجعها مأزقا خانقا ليس من السهل الإفلات منه كما يحدث في السابق، بل إن أمريكا الراعي الأول لتلك العملية المقيتة بدأت تخشى أن يتعرض مشروعها لهزيمة منكرة أشبه بتلك الهزيمة التي تلقتها في بلاد الأفغان على يد حركة طالبان. فمن جهة وصل متزعم الأحزاب والكتل الحاكمة وميليشياتها المسلحة إلى الدرك الأسفل من السقوط السياسي والأخلاقي والاجتماعي والديني، ومن جهة أخرى انفرط عقد ما يسمى الدولة العراقية إلى درجة فقدت فيها القدرة على فرض سلطتها أو هيبتها على شبر واحد من أرض العراق بما فيها المنطقة الخضراء، أو الحد ولو قليلا من الفساد الذي شاع في ثناياها، أو الحد من تحكم الميليشيات المسلحة بمصيرها. يضاف إلى ذلك انفلات الأمن وانعدام الخدمات وانتشار المخدرات وجرائم القتل والاختطاف، والقائمة بهذا الخصوص طويلة جدا، فضلا عن ركوع هؤلاء الأشرار أمام المرجعية الدينية أمام هذا المأزق الخانق. شعرت أمريكا قبل غيرها أن عملياتها السياسية بحاجة شديدة إلى خطة جديدة لإنقاذها من السقوط، حيث عم الاستياء في جميع أوساط العراقية وفئاته وطبقاته الاجتماعية إلى درجة بات ينذر بانتفاضة شاملة يقودها ثوار تشرين وبأشكال نضالية متطورة لا يستبعد أن يكون منها النضال المسلح. ويضيف الكاتب، يبدو أن أمريكا لم تجد سوى زج سلاحها السياسي في عملية الإنقاذ للالتفاف على الثورة الموعودة جراء فشل عملائها الأشرار في إنهاء الثورة عن طريق السلاح، وكان آخره سلاح ميليشيات مقتدى المسمات سرايا السلام التي هي في الأصل ميليشيا جيش المهدي المعروف بقدرته على ارتكاب الجرائم بأبشع الطرق وأكثرها خسة ونذالة بحسب وصف الكاتب. من موقع كتابات رصدنا مقالا للكاتب علي الكاش يقول فيه: من البديهي أن تنتشر بعض القيم غير السوية في المجتمعات التي تخضع للقهر الاستعماري، ولكن ما حصل في العراق يعتبر ظاهرة غير طبيعية مقارنة بالدول التي وقعت تحت نير الاستعمار الأجنبي. فقد غرق العراق بالفساد الحكومي وامتد إلى الفساد المجتمعي، فانتشرت ظواهر غريبة بين أفراد مجتمعه كالرشاوة والسلاح المنفلت والسطوة العشائرية والتزوير والجهل والأمية وتردي الأحوال الصحية والخدمية والتربوية وغسيل الأموال والتلوث البيئي والفقر والبطالة والجوع، وظواهر ما أنزل الله بها من سلطان. تتحمل الأحزاب التي حكمت العراق المسؤولية عن تفشي حالات الفساد الحكومي التي تجاوزت 350 مليار دولار من عام الغزو 2003 ولغاية عام 2018. ويكفي أن تعلم أن الحكومة العراقية رفضت أن تقدم موازنة عام 2014، ولا أحد يعرف كيف كانت الحكومة تصرف الأموال لحد اليوم أي عام 2022،
ويتحمل رئيس الوزراء السابق نور المالكي وحزب الدعوة المسؤولية عن ضياع أموال العراق، ولم يجرؤ المدعي العام والقضاء العراقي عن فتح هذا الملف مع تعدد أجهزة الرقابة البرلمانية والحكومية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتشين العاملين في الوزارات ولجنة النقابة البرلمانية بسبب تخادم المصالح بين الزمر الحاكمة وتوفر الغطاء الحزبي والمذهبي. فزعماء الأحزاب الدينية وجلهم من العملاء والجواسيس ممن كانوا يتلقون المساعدات من المخابرات الأجنبية أصبحوا أصحاب مليارات، وتتحمل الدول المحتلة وفق القانون الدولي المسؤولية الكاملة عن إدارة الدول التي خضعت للاحتلال، ويقصد بذلك الجوانب المالية والأمنية والاقتصادية والسياسية. وقد أخلت الولايات المتحدة ودول التحالف ضد العراق مسؤوليتها عن هذه الجوانب وتنصلت منها، بل إنها سلمت ثروات العراق لزمرة من اللصوص والعملاء من دون أن تراعي حقوق الشعب العراقي. وهذا أمر شاذ، مع أن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أنه لا توجد دولة تحتل دولة وتعمل على تطويرها، بل العكس تماما. وهذا ليس حال العراق فحسب، وإنما حال جميع الدول التي احتلتها قوى أجنبية، وربما العراق وأفغانستان من شواهد العصر الحالي. عندما تكون سطوة القانون شديدة لا يمكن أن ينحدر المجتمع إلى الحضيض، فالعدالة أساسها القضاء وليس الحكومة التنفيذية. وإذا بسط القضاء يده على الجميع تم تحديد الفساد وقلعه من جذوره، ولكن القضاء في العراق خاضع إلى المحاصصة الطائفية، فقراراته ذات نكهة مذهبية، ولا يوجد معيار لحكم القضاء بحسب الكاتب. يقول الكاتب محمد موسى في مقال نشره موقع عربي 21: لا تندهشوا إذا أصبح سعر النفط 150 دولاراً للبرميل، وسعر الغاز إذا تضاعف ورفع معه أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية في كل القارة العجوز. كذلك لا مفر من ارتفاع أسعار القمح والزيوت والسلة الغذائية في أرجاء العالم، والأدهى أن كل ذلك يترافق مع موجة التضخم الآخذة في التوسع وضرب العالم بعد جائحة كوفيد-19 من كل جانب. قد يتفاجأ بعضهم ويقول إنه لم يكن بالحسبان أن سويسرا تخلت عن حيادها وقررت تجميد أموال روسيا، وأن فنلندا التي أرسلت رسالة حياد إلى بوتين قبل أسبوع قد تخلت عن حيادها وقررت الانضمام إلى حلف الناتو وإرسال أسلحة بكل ثقة إلى أوكرانيا، وأن ألمانيا وبعد 77 سنة خرجت من تحديات الحرب العالمية الثانية وبدأت في عسكرة الصناعات الألمانية لمستويات تخصص من خلالها 100 مليار يورو سنوياً، وأن السويد التي بقيت محايدة منذ عام 1914 قررت إلقاء حيادها في البحر وأن تنضم إلى حلف الناتو. لقد ظهرت مجموعة صور أيضاً لم تكن في الحسبان، وعلى رأسها سقوط الأقنعة لمجموعة من المفاهيم التي لطالما تغنى بها الإعلام الغربي وصور نفسه فيها بدور الواعظ والقادر والمقدام والمعلم للأجيال دروب الديمقراطية والإنسانية والتعددية ونبذ العنصرية وغيرها. والحديث يطول في هذا المجال. أول الساقطين كان الإعلام صاحب الرؤية التمييزية بين لاجئ ولاجئ، فالأول قد يكون سورياً أو لبنانياً أو عراقياً أو فلسطينياً أو حتى أفريقياً، أما الآخر فهو أوكراني مميز ذو بشرة بيضاء، في حين الآخرون سمر أو ربما سود البشرة لكنهم أنقياء القلوب معذبون هربوا مع عذاباتهم. فهل آويتموهم على غرار أبناء الجالية الأوكرانية؟ أليسوا بشرا ولهم حق الحياة ضمن معايير المساواة الإنسانية المفقودة للأسف؟ الأوكرانيون مع تقديرنا لمعاناتهم وعذاباتهم المدانة، إلا أن قيمتهم ليست لتميزهم بأنهم شقر وذو عيون خضر وزرق،
فعهد التميمي الفلسطينية ابنة أرض السيد المسيح هي أيضا طفلة وقاصر وشقراء، وهي ذات عيون زرق، لكن العالم لم يقف أمام عذاباتها وأهلها، وحتى يومنا الحالي لم يحرك الكون عرشه تجاه 70 عاما من الاضطهاد للفلسطينيين وأغلب القاطنين في مناطق الشرق الأوسط. يضيف الكاتب: سيبقى العالم يحبس أنفاسه طالما الأزمة قائمة، فاللعبة أكبر مما يتوقع من يديرون الدفة، فليس روسيا للذين يصنفونها هي روسيا بوريس يلسن أو روسيا ميخائيل غورباتشوف. وتقديري أن على الغرب والناتو ومن خلفه الولايات المتحدة أن يعيد حساباته وتقديراته تجاه شخصية قيصر روسيا الحالي الحاد النظر والرؤية والصعب المراس، إنه فلاديمير بوتين الذي من الصعب أن تقرأ معه كل ما يريد وما يصبو إليه. فتحولات الرئيس بوتين الآنية قد تكون أوسع وأعمق مما يتخيل بعضهم، وما وضع السلاح النووي موضع الجهوزية إلا مثال على ما هو قادم. تثير عمليات التسليح التي تقوم بها دول أوروبا للقوات الأوكرانية وتزويدها بأنواع فتاكة، منها مخاوف من تطور الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى حرب واسعة ومواجهة مباشرة مع الناتو. وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن كل المؤشرات التي يمكن ملاحظتها تقترح أن الروس يواجهون صعوبات كبيرة ومقاومة هائلة في أوكرانيا. أرسلت هولندا قاذفات صواريخ للدفاع الجوي بحسب تصريحات رسمية، على حين أرسلت استونيا صواريخ مضادة للدبابات من نوع جابلين، وقدمت بولندا ولاتفيا صواريخ أرض جو من نوع ستينجر، وأرسلت جمهورية تشيك رشاشات وبنادق قنص ومسدسات وذخائر، وحتى البلدان المحايدة سابقا مثل السويد وفنلندا وألمانيا أرسلت شحنات من صواريخ ستينجرز، فضلا عن صواريخ أخرى تطلق من الكتف ونحو 20 بلدا معظمها أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، تقوم بنقل الأسلحة إلى أوكرانيا لمحاربة الروس وتسليح التمرد المستقبلي في حال وصلت الحرب إلى الاحتلال لأوكرانيا. في الوقت نفسه ينقل حلف شمال الأطلسي معدات عسكرية وما يصل إلى 22,000 جندي إضافي إلى الدول الأعضاء المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا لطمأنتهم وتعزيز الردع. وتثير هذه الجهود الكثيفة التي تعدها موسكو عدائية مخاوف المحللين من تطور الصراع إلى مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا. ورفعت موسكو حالة التأهب النووي لقواتها لتحذير أوروبا والولايات المتحدة من مخاطر التدخل، ويبدو أن القلق من حرب نووية أو تصعيد خطير منع حلف الناتو والولايات المتحدة من الاستجابة لطلبات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المتكررة بإقامة منطقة حظر طيران في المجال الجوي الأوكراني. الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يشعران بالقلق من أن إعلان منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تفاقم الوضع بمجرد استدعاء قواتها العسكرية لفرضه. ويكرر الأمين العام للناتو يانس ستولتنبيرغ التحذير من أن هناك خطرا حقيقيا لوقوع صراع مسلح جديد في أوروبا منذ قبل الغزو الروسي لأوكرانيا وحتى الآن، كما أن الخطر يبدو حقيقيا إلى الدرجة التي سعت فيها واشنطن على الرغم من العداء بينها وبين موسكو إلى فتح قنوات اتصال خلفية بين البلدين بحسب الصحيفة. كشفت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا عن فتح الباب للشركات الأمنية من أجل جلب المرتزقة مقابل المال، وليس فقط للمتطوعين الأجانب من أوروبا والولايات المتحدة للقتال مع القوات الأوكرانية ضد الروس. وقال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن هناك متعاقدين عسكريين خاصين يتمتعون بخبرة حربية كبيرة بين المتطوعين للقتال، لكن في المقابل هناك متعاقدون خاصون
وصلوا إلى أوكرانيا بهدف القتال وعمليات الإخلاء والدفاع بوظيفة من قبل شركات. إعلان الوظائف عبر موقع سايلنت بروفيشنال المتخصص بوظائف الدفاع والأمن الخاص، والذي يبحث فيه عن وكلاء للحماية وإخلاء الأسر من جميع أنحاء الريف الأوكراني والمدن الكبرى. وفقا للإعلان، فإن الشركة مقرها الولايات المتحدة وفتحت المجال للتقديم أمام الذكور والإناث من أجل القيام بالمهام الأمنية المطلوبة منهم، مؤكدة أن الأولوية في الترشح للوظيفة ستكون لذوي الخبرة العالية فوق 5 أعوام من الخبرة العسكرية في الساحة الأوكرانية. أشار الإعلان إلى أن الرواتب ستكون ما بين 1000 إلى 2000 دولار في اليوم، فضلاً عن مكافأة متاحة بعد إتمام العملية. وقال مسؤول أوكراني إن الحكومة لا توظف أي متعاقدين عسكريين خاصين، لكنها تقبل فقط المتطوعين في الفيلق الأجنبي الخاص بها. وأوضح المسؤول أن المتطوعين سيعاملون زملاء في الجيش الأوكراني ولهم الحقوق نفسها، مؤكداً أن عضو الجيش الأوكراني يتلقى 3500 دولار شهرياً. وقال المسؤول الأوكراني إن عدد الجنود كاف في صفوف الجيش، لكن الهدف من الفيلق هو إظهار دفاع أوكرانيا عن الديمقراطية أمام العالم. وأضاف: نود أن نوضح وجهة نظرنا بقبول هؤلاء المتطوعين والسماح للعالم بالتضامن معنا. وقالت الحكومة الأوكرانية إن أي متطوع يمكنه تقديم طلب إلى ملحق الدفاع بجوازات سفره ووثائقه التي تظهر أنه يتمتع بالخدمة العسكرية والخبرة القتالية، ثم يخضع المتطوعون لعملية تدقيق بحثاً عن روابط التطرف والإرهاب. وقالت الحكومة إنه بمجرد دخول المتطوعين الأراضي الأوكرانية تحت إشراف حكومة كييف، فإنهم سيوقعون عقداً للانضمام إلى الفيلق الأجنبي. كشفت مشاهد صورة عبر طائرات بدون طيار عن الدمار الكبير الذي لحق بمناطق قرب كييف بعد قصف روسي عنيف. وأظهرت الصور والمقاطع عمارات سكنية وقوات عسكرية مدمرة بالكامل. واصلت القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وفيما سقط عشرات القتلى في مدينة تشيرنيغيف شمال البلاد. استمرت محاولات محاصرة ماريوبيل، وفي حين تعهد الرئيس فلاديمير بوتين بمواصلة الهجوم. وللكاريكاتير أسلوبه الخاص في تصوير الواقع، كونوا معنا. في الختام أستودعكم الله والسلام عليكم.